من الاستخدامات لبرنامج النفس وركس ألا هو التايم لينير، إن أنا أضيف بعد رابع للموديل. أضيف بعد رابع يعني بربطه بالزمن، بربطه بالإم إس بروجكت أو البرومافيرا، بحيث إن بدل ما التقارير الموجودة في الإم إس بروجكت والبرومافيرا مش مفهومة غير للناس اللي شغالة في البلاننج، لا تبقى مفهومة للناس كلها، ويبدأوا يشوفوها 3D ويقدروا يفهموها ويقدروا يناقشوها ويقدروا يشوفوا إيه الحاجات أو إيه الوقت اللي فيه شغلانتين في نفس مكان او الوقت اللي فيه شغل خالص، فنبدا نعدل في الجدول الثاني. هاجي هنا اقول له تايم لينير، بيطلع لي الشاشه ديت، بلاقي تاسك دي اللي فيها الشغل، هبقى هربط انا شغلانه باني وقت. هنا الاوبن سورس ده المصدر بتاعي، بلاقي مايكروسوفت بروجكت ام بي اس او سي اس في، ده اللي ممكن تربطه اكسل، وده البرومافيرا، وده الاعدادات بتاعتي، بحيث ان انا اقول له مثلا لما اكون بتبني في الوقت ده اديله لون اخضر، لما اكون بتهد اديله اللون دوت، لما اكون حاجه تمبوراري اديله اللون دوت. وهنا المحاكاه. طيب خلينا نبدا كده، ان انا عايز ابدا اختار عنصر معين واحطه هنا. طيب هقول له اد تاسك، هسمي التاسك دي مثلا، هسميها نفس الاسم اللي انا هعمله سيلكت، ولكن مثلا انا عايز اعمل سيلكت مثلا الجزء دوت. طيب هو جاب لي الفوتنج، ممكن نعمل عليهم سيلكت فوتنج، تمام. يبقى هاجي هنا اكتب الاسم ده فوتنج. طيب انا هبدا امتى؟ هبدا مثلا يوم 20 اللي هو النهارده. اخلص امتى؟ اقول اخلص يوم 27. ده الاكشوال، لو عايز تحط اكشوال اللي هو حاجات فعلا اللي اتحققت، ممكن يكون الكلام مختلف. خلصت مثلا 22. طيب ممكن اقول له التايب بتاعي لما كونستراكت، انت بتبني او ديموليش، بتهد او تمبراري، يعني حاجه مؤقته تقعد كام يوم وتخلص، تمام. وبعد كده اجي هنا اتاشت. اتاشت اعمل ايه؟ هاجي هنا واقول له اتاش كرنت سيلكشن، فهو ربط الجزء ده بالوقت دوت، تمام. طيب اقول له هايد مثلا عشان نشوف ايه اللي بعديها. بعد كده مثلا الاستراكشر فاونديشن، الكولوم، الاستراكشر كولوم، هقول له انا عايز تاسك جديده، التاسك، واسميها structure column، تمام. طيب واحدد بقى التاريخ، طبعا هيبقى بعديه، قول مثلا يوم 28 والبلانت واتنين مارس. سيبنا من الاكشوال، مش لازم، ممكن نبقى نعمله مره تانية يعني construct، واقول له ضيف لي add current selection. طيب ايه اللي موجود تاني في هنا؟ طيب ممكن نخش مثلا على الفيرست فلور، نلاقي الفاونديشن والستركشر فريمينج، ممكن نحطهم مع بعض مثلا، او ممكن تقسمهم اصلا، تبدأ تختار دول مثلا. عندي كل دول، انا دول اللي انا هعملهم في المرحلة ديت، وبعد كده دول هعملهم في المرحلة ديت. ممكن تكون انت مش عايز تخش في تفاصيل اكتر، فتعمل حاجة سريعة توري بس الناس الشغل، زي حسب الجوب اللي انت عاملها. تمام، اقول له مثلا structure framing copy name، واقول له هنا، وهبدأ أخد التاريخ مثلا يوم 3، وبعد كده هقول له مثلا يوم 5، وبعد كده هقول له attach current selection، وهكذا construct بالشكل دوت. وهنا تقدر تشوف وتقدر تعمل select مثلا على جزء معين، وتقدر تغير في التاريخ نفسه لو انت عايز حابب، يعني مثلا تقدر تغير كده، ممكن تيجي تعمل سيلكت مثلا على جزء معين وتحركه، فالتاريخ اوتوماتيك يتغير معاك، تمام. ممكن بقى نجي هنا اقول له كوبي نيم، واقول له التاسك، اقول مثلا 5، وهنا هقول له 8، وهقول له اعمل لي التاش كرنت سيلكشن، واقول له ده كونستراكت،
ممكن تروح عامل سيلكت عليهم كلهم وتختارهم مرة واحدة اللي هو التاسك تايب. طيب احنا كده عملناهم مانوال فمحتاجناش الداتا سورس، بس ممكن اجي هنا وادخل اي واحدة فيهم وهنشوف في مثال تاني ان شاء الله. كونفيجر تبدأ تشوف بقى الاعدادات الكونستراكت دوت هيبقى اللون بتاعه ايه، دي نسبة ان انا شغال مثلا في 90% شفافية ولسه شغال تمام. والاعداد بقى بتاعتي ممكن تقول له انا عايز اعمل اعداد تانية تعدل فيها، يعني تقول له مثلا الوايت ده هيبقى شفية قد كده، الجري هيبقى قد كده، الريد تقدر مثلا تضيف ديت، نضيف نغير لون مثلا اللون ده. اوكي ممكن اقول له بقى في الكونستراكت اجي هنا واختار اي واحدة فيهم تمام. يعني انا شايف مثلا الكونستراكت مثلا يلو انسب من الاخضر تمام، ولما يخلص خالص اديني بس ايه تنبيه ان اللون ده مثلا بقى ايه بقى اخضر لمدة ثانية بحيث اعرف ان خلاص خلص في المرحلة ديت وهكذا. بعد كده هعمل انا هيد اول واروح لسيموليت وابدا اقول له اعمل لي بلاي. فيبدأ يظهر لي الشغل بالشكل دوت. دلوقتي الشغل بيظهر أول ما أبدأ، فأنا عايزه قبليها بثانية كده يبدأ يجيب لي فراغ، فأقول له فرايت وأقول له إيه ابدأ من يوم مثلا 19 أو يوم 18 بحيث أول ما يبتدي يكون في فراغ. والإنت اهوت تاريخ الانتهاء، ال بلاي باك ديوريشن الموضوع ده المفروض يقعد مثلا 20 ثانية او تقدر تطول تقلل زي ما انت عايز. الاوفرلاي تكست ممكن تبدأ تختار انت الحاجة اللي انت عايزها، التاريخ اللي ممكن تقول مثلا فول والبي نيم مثلا، الكوست تبدأ تشوف الكوست بتاعت الماتيريال ولا الليبر ولا التوتال كوست، احنا طبعا لسه مدخلناش الكوست الاكسترا. تقدر تظبط الكالر اللون اللي انت عايزه، الفونت تختار الفونت اللي انت عايزه برضو، هتختار الشغل بتاعك هيبقى في البوتوم ولا في التوب. الانيميشن ممكن تقول له انا مش عايز اربطه بانيميشن او ممكن تربطه بانيميشن بحيث كأن في كاميرا بتلف حوالين الشغل. طيب انت عايز البلانت ولا عايز البلانت مع الاكشوال ولا عايز الاكشوال، نبقى نشوف الحاجات دي ان شاء الله. زي ما انت شايف بيبدأ من غير أي حاجة خالص، وبعد كده يبدأ الأوعية تظهر وبقى الشغل يظهر، وهنا بيكتب لي اليوم وبيكتب التكلفة. لو أنا مدخل الكونتيفيكيشن مدخل التكلفة تبدأ تظهر معايا، فأعرف إمتى الفلوس بتاعتي هتخلص ومحتاج فلوس إضافية.